أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من أول السطر. طبعا لا تستغربوا اللهجة اللي عم بحكي فيها، هي صحيح لهجة محكية بس هي لهجة أهلنا السوريين القدماء، لهجة الأوغاريتين حسب ما أفادنا أحد ضيوفنا الدكتور نزار المرات الماضية. أعزائي المشاهدين، اليوم رح نستمر بسلسلة لقاءات ضيوفنا مع عمالقة في عالم العلم والثقافة، وضيفنا اليوم رح يكون كتير مميز، هو بروفيسور أستاذ في الجامعة. طبعا كلمة أستاذ درجة أنه تقال لأي حدا، أستاذ بالمدرسة، أستاذ مدرس، كله بينقل له أستاذ، أما هي الحقيقة هي مرتبة علمية عليا تكتسب في مرحلة متقدمة وتكتسب اكتساب نتيجة جهد وعرق، وهي كأي رتبة أخرى رتبة شرف عالية إنما علمية وليست لا تمنح لوسامة الشخص ولا لقدمه، تمنح لخبرته العلمية ولشيء يقدمه. خلونا سوا نتابع الفيلم نتعرف فيه على ضيفنا البروفيسور ونرجع لكم، تفضلوا. في البلدة الجبلية الرائعة برمانة المشايخ التابعة لمنطقة الشيخ بدر معقل الشيخ صالح العلي، ولد الدكتور المهندس غطفان عبد الكريم عمار بعام 1962 وسط عائلة تهتم بالعلم وتعتبره ملاذها الوحيد، وكغيره من أبناء بلدته اتخذ غابة البلدة الشهيرة مقرا متنقلا لدراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية. بعد المدرسة نال الشهادة الثانوية من ثانوية جودة الهاشمي بدمشق، ثم التحق بجامعة تشرين كلية الهندسة المدنية وتخرج منها بعام 1985. أفيد بعدها إلى الاتحاد السوفيتي الجامعة الحكومية بسانت بطرسبورغ، ونال منها شهادة دكتوراه دولة بعام 1992 باختصاص هيدرولوجيا، وعاد إلى أرض الوطن والتحق بالهيئة التدريسية بجامعة تشرين بصفة مدرس بعام 1993، وأستاذ مساعد بعام 2001، وأستاذ بروفيسور بعام 2007. بالعديد من المهام الإدارية والعلمية وشارك بالعديد من اللجان العلمية المختلفة، منها عضوية لجان الإنتاج العلمي، عضوية لجان تحكيم الدراسات العليا، كما كان له مشاركة في المؤتمرات العلمية. له العديد من الكتب الجامعية أهمها الهيدرولوجيا المعدل والهيدرولوجيا الهندسية، الهيدرولوجيا ومساقط المياه. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وأجرى الكثير من البحوث والدراسات العلمية التي تهتم بإدارة الثروة المائية واستثمارها. الأستاذ الدكتور المهندس غطفان عبد الكريم عمار، أهلا بك في برنامج من أول السطر. شكرا للمتابعة أعزائي المشاهدين، واسمحوا لي رحب بضيفي البروفيسور غطفان عبد الكريم عمار
الأستاذ في كلية الهندسة المدنية قسم الموارد المائية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا. بداية طبعا احنا تعرفنا بشكل موجز، مشكلتك دكتور انه السي في تبعك كبير كتير، صعب اللي في لف فيلم ولف فيلمين، يعني انا اذا بدي احكي كل شيء عنك بدي كتير، فنحن سنداك تتكلم انت، كيف مو تحكي عن نفسك تقول انا عملت وما لا، انت مجرد تحكي الناس راح تعرف من انت من خلال ثقافتك العالية. بدي بس ارجع شوي لذكرياتك الطفولة، تحكي لي قليلا عن ضيعتك، عن ذكريات بالطفولة أثرت فيك ويمكن أثرت بحياتك خلتك توصل لهذا المنحة. تفضل. أنا من قرية تسمى برمانة المشايخ في ريف مدينة طرطوس منطقة الشيخ بدر. ضيعتنا بترتفع عن سطح البحر 875 متر. أنا أسكن في بيت يقع في قمة جبل على ارتفاع 875 متر عن سطح البحر. نوري. فالضيعة هي عبارة عن أربع جبال بيجتمع بينات وادي، بحد وادي بينات، في حضن هالجبال الأربعة بيوت الضيعة تنتشر من أسفل الوادي حتى أعالي الجبال الأربعة الموجودة فيها، غنية بالمياه وغنية بأشجار وغنية بناس طيبين كتير، زائد الضيعة فيها شهادات علمية، فيها أكثر من 20 أو 25 أستاذ جامعي، الأطباء أعتقد هنين بجوز 70 ولا 100، الصيادلي، المهندسين يمكن ما في بيت إلا في مهندس. يعني الشيء نحن اللي نتنافس عليه بالضيعة هو العلم، لأنه ما عندنا أي ثروات مادية إنه واحد ينافس الثاني فيه، لذلك المنافسة الوحيدة نحن هي بالعلم. لسه الضيعة فيها كل براءة الريف، الناس ساتن طيبين، ساتن بيحبوا بعضين وبيساعدوا بعضين، والعلاقات كتير حميمية، يعني بتحس، أنا بحكي بشكل شخصي، أنا بحس كل شيء بالضيعة هنن أهلي، من أقل شخص فيها، من أفقر شخص فيها لأكبر شخص مسؤول فيها، إنه العلاقة فيها كتير ممتازة. بعد ريحة التنور منتشرة. كل شيء لساته التنور موجود فيها، ولسه هالأصالة. الفطاير والخبز عن للناس. حتى المناسبات هالأعياد القديمة اللي كانت تنعمل، البربارة والحلوي والميلادي هالتقاليد، الطقوس القديمة اللي هي مشتركة ما بين أكثر من ديانة، يعني ليست هي على ديانة واحدة، إنه بس الناس هن من العشرة فهن صاروا بيمارسوا الطقوس المشتركة. هلا نحن فينا نحكي انه يمكن بسوريا، السوري هي يعني تماما، السوري تماماً. السوري شو ما كان، لأي انتمى لأي مذهب كان، هو ينتمي إلى سوريا، سوريا إلى سوريته. السوري هي لحالها تعتبر أعظم يعني أقدم يعني أصلا بالتاريخ، تماما أقدم إنسان وجد عندنا بالتاريخ. أنا بدي بس شغلي هلا بس ضيعة هي اللي هي غنية بثرواتها العلمية اللي هي أهم من أي شيء طبعا، والطبيعة الجميلة والمياه، تذكر شيء مشان نحن ما نبخس هذا حقه، حدا من أساتذتك اللي أثروا فيك اللي أثروا بحياتك هيك نوجه له هيك ولو تحية لروحه، إذا كان هيك مين هيك أثر بحياتك، مين كانت هيك له مثل له طرفي له شغلي كان مأثر بالضيعة بحياة الشباب بكي. يعني نحن بجوز يعني كطرافة نحن تربينا على يد من الأساتذة، كان جيل من الجيل القديم اللي هو جيل جاد جدا، يعني انه ما بتحس انه فيه هو استاذ وانت طالب، يعني كان الاستاذ اذا بيظهر باول الضيعة ونحن بنكون ما نلعب بالحارة كأنه ميرر شيء أكبر سلطة، تختفي العالم من الشوارع كلها بتروح بتتخبى، ما حدا بيجرؤ يظهر إذا كان أستاذ مني ظهر مني. طبعا الاحترام هو موجود والأستاذ بيمارس كان أي سلطة، بس ليش؟ كان قمة الوجدان وقمة العطاء، يوم اللي كان بيعاقبه للطالب لشيء مو حافظ درسه اللي مو ما يعاقبه تنتقم منه لأنه هو ابن فلان، لا، لأنه هو مقصر وهو ما درس. فنحن أساتذتنا كانوا من هذا الجيل، يعني تقريبا بكل المرحلة اللي درسناها، أنا درست الابتدائية والإعدادية والثانوية لحد 11 بالضيعة، وبعدين انتقلت لدمشق درست بجودة الهاشمي البكالوريا، وتابعت الجامعة بجامعة تشرين باللاذقية، وبعدين كفيت دكتوراه بالاتحاد السوفيتي بمدينة سانت بطربورك. فنحن بالضيعة عنا في غابة كبيرة لساتها لحد هلا موجودة،
كل الطلاب او في اكثر من غابه، بس هاي الغابه الرئيسيه خلينا نقول تبعت حارتنا نحن والحارات القريبه، بتروح بالنهار بتلاقي كل الاولاد، كنا اولاد يعني كل واحد معه كتابه وعامل طريق لحاله بالغابه زياباً وعياباً بالضبط تحت هالشجر، وعامل مقعد حجر هون ومقعد حجر هون، تعب بيقعد هون تعب بيقعد هني، وتحت منه في واحد ثاني وتحت منه في واحد ثالث. وبالاضافه يعني ممكن نكون نحن عم ندرس وصاليا الفخوخ او الطويفيح بالغابه، بنقرا لنا ساعه بنروح بنكشف عليهن بنجيب اذا فيهن شيء وبنرجع بنتابع. يعني كانت الناس تقعد تدرس، الطالب يقعد يدرس ويشتغل. يعني نحن اولاد هالبيئه هذه انشأنا عليها واستمرينا عليها. انا بقول للطلاب لهلا حتى لما جينا على الجامعه كنا اذا الاستاذ الدكتور اليوم شرح الدرس اليوم نقرا الدرس، مو انه بنتركه وتجيه الماده الاسبوع القادم، كل درس ضلينا على نفس النمط يرسخ اكثر بالضبط. ولذلك نحن مثل ما بنقول لطلابنا انه لذلك بقينا نحن متفوقين. ليش؟ انتم انا مدرس مثل ما بيدرس بالبكالوريا وبالسابع وبالثامن وبالعاشر، فانا يعني واجباتي ما اعملها، مو انا صرت طالب جامعه معناته انا صرت ما عاد اقرا حتى يجي الفحص لاني انا كبرت، لا، ضلت فينا عقليه او نفسيه انه انا لساتني طالب، المهمه الرئيسيه لي هي الدرس. يعني انا بذكر جينا على اللاذقيه وخلصنا منها جامعه، انا عمري ما حضرت فيلم سينما لا على الاطلاق، كل شيء انا بالجامعه. ليش؟ لانه ما في، بتروح على الدوام بترجع على المدينه الجامعه بتقرا دروسك، ثاني يوم بتروح على الدوام وبترجع بدك تعمل اكل وتشتري اغراضك، فبتحس انه انت ايه ولسه السينما ثقافه ما تفكر انه يعني ليك بجوز ما حضرت العالم سينما لاسباب مختلفه، ممكن احد ما معه ثمن البطاقه اللي ينزل فيها، معلش نحن اولاد هالطبقه هذه، وبعتقد اغلبنا نحن هذه الفئه هذه. فزائد انه بتحس انه فيه رساله اكبر، يعني انه انا جاي تدرس واني اتفوق. انا من لما جيت دخلت على الجامعه انا بذهني كتابع تحصيلي العلمي حلو، فاذا انا لازم احقق معدل، تحقيق المعدل معناته بيطلب مني ابذل جهد. هلا لاحظ اي طالب بيجي وبزق وحاطط نصب عينه هدف من اول سنه بالجامعه، هو بتلاقيه عم يدرس وما يظبط حاله لهالهدف. اما ممكن تلاقي طالب صار سنه خامسه بيقول والله بدي اعمل ماجستير، بس انت معدلك راح بالاولى وبالثانيه وبالثالثه والرابعه وبالخامسه ما راح تحقق شيء. بس اللي راسم الخط من البدايه فهو يعمل من البدايه لتحقيق هذا الهدف. اي عقبه بتصير معه بخلال المراحل الاولى فهو بالسنه اللي بعدها بالفصل اللي بعده بالماده اللي بعدها هو قادر انه يتدارك ويشتغل فيها شيء. فنحن كنا اولاد بيئه خلينا نقول منتشر فيها الوعي بشكل كبير، منتشر فيها ثقافه المطالعه. نحن عشر أفراد، عدد أفراد الأسرة كنا عشرة بالبيت وأبوي وأمي 12. إذا بالصيف تتطلع على البيت كله كل واحد معه كتابه وعم يقرأ فيه، أنا خلصت القصة بعطيها لأخوي، أخ خلص قصة بيعطيها لأخته، فالبيت هو كله ما يطالع. لذلك حتى أنا بعد ما الوالد شو كان يشتغل؟ معلم مدرسي. هاي هي متأثرين بالشغل طبعا أكيد. هلا شوف حتى لما كان معلم، نحن أيام زمان بتذكر هي سمت كانت البيوت صغيرة وما في متسع، خصوصا ما شاء الله الله يخليكم لبعض جيش. عشرة أو شيء جيش، فإجباري كانت طبيعة هي الملاذ، كلنا كنا ندرس بالطبيعة، ناخذ كتابنا نروح، نضل نروح من الصباح نرجع الظهر، ناكل رد نطلع ونتسلى، كنا ما كله دراسة بس يعني بس لهيك جيلنا. بداية هلا جيل هلا ضيعتكم اختلفت عن أيام زمان؟ هلا صاروا ساهم طلاب عندكم يعتمدوا على حالهم على دراستهم، ولا صار في هلا مثل ما صار بكل المجتمعات دروس خصوصي، الطالب من الابتدائي صار بده أستاذ وشيء، وصلت هالتلوث لعندكم على الضيعة ولا هذا التلوث؟ إذا بدنا نقول وصل لساته في حدود الدنيا جدا حلو. يعني المدرسة هي كافية لأي طالب حتى يحصل، والدليل بسنة مو الماضي أو من سنتين ثلاث سنين في طالب عندنا جمع 260 من 260 ما عنده أساتذة خصوصية، بنت هلا تخرجت صارت طبيبة من أسرة فقيرة ما عندها حدا، بكل بيت اهل ابوها وباهل امها معه شهاده جامعيه، جابت 238 من 240، بنت ثانيه كمان بظروف ثانيه من نفس الفقر هذا وما في لا اساتذه خصوصي لانه ما معنى يدفعوا لاستاذ خصوصي، نفس النمط جابت علامات الطب البشري، نحن لساته اذا حدا بيعطي ابنه درس خصوصي فهو بيكون مثلا انه انا عندي شويه اسئله بالفيزياء بالكيمياء مو هو على طول أيوة. جزء او ممكن يكون بالصيف دوره، يعني دورة بتعملها معهد احيانا بيعملوا كان يعملوا الشبيبي على ايام زمان، هلا بعتقد صار في شيء تسمية هلا بتعملها، بس لسه باقي اساتذة المدرسة ترفع لهم القبعة ما زالوا حلو. شوف انتم دعاتكم بعيدة 50 كيلو متر على المدينة يمكن انا من تجربتي الشخصية ايام الجامعة اول تخرجنا والله كنت طالب كنا نعمل فرقة مسرحية نعرض بالقرى، فانا لاحظت كنا نعرض بقرى قريبة وقرى بعيدة،
فالقرى القريبه كانت عن المدينه، يعني اذا ضيفونا كزوزي بيكون منيح يعني، بينما الضيعة البعيده نروح نشوف الناس، نحن بنوصل ياخذونا على البيوت يذبحونا فراريج ويكرمونا يعني، فبشوف الناس شيء يعمل كرم. ايوه كل ما ابتعدت عن المدينه كل ما صار تلوث نقاء اكثر تماماً. حتى اذا على الصعيد العلمي، على الصعيد الاجتماعي، على كل الصعود. طيب انا بدنا نحكي بس شوي حاجه، يمكن طولنا بهالمحور، بدي احكي عن الهندسه اللي اخترتها انت. هل هي كانت طبعت اختيارك ولا العالم فرضت عليك تروح هندسه؟ لا صراحه العالم فرضت علي. انا بجوز كان بدي ادرس طب بشري كمان. لك ليش كلكم طب بحتة؟ تعرف ليش؟ ليك لقلك لانه اول شيء كان بمفهوم الناس، وقد يكون لا يزال حتى الان، انه الطبيب بيدخل مصاري، الطبيب اسمه دكتور مركز اجتماعي، هذا ما حدا فيه ينكره يعني. حتى في 100 طبيب ما عم يشتغل بيطلع اجر عيادته، بس هو امام الناس طبيب. فنحن كان انا كان بدي طب بشري، واذا ما صار لي طب بشري طب اسنان، واذا ما صار لي طب اسنان صيدلي عشان يكون صادق يعني. فانا صار لي هندسه مدنيه. طبعا انا هلا بحمد الله 100 مره اللي ماني دارس اختصاصات طبيه. انا كدكتور مهندس بالجامعه بموقعي الجامعي والاجتماعي والانساني وبين طلابي وبالمجتمع كله، انا بعتبر نفسي انسان ناجح، حققت شغلات كثيره ورضيان عن حالي. انا رضيان عن حالي وسعيد جدا بمهنتي، انا بحب مهنتي كثيرا. لكن بتعرف انت هلا حاليا عصرنا عصر الهندسه تماما، وعصر الفيزياء تماماً. وعصر تماماً. ليش هلا بتلاحظ انت حتى الطب يعتمد على الهندسه؟ هلا الاجهزه الطبيه كلها فيزيائيه، مصنعه مهندسين فيزيائيين اللي عاملينها تماما، الاشعه، اجهزه التطوير، التنظير، اجهزه، كلها هي اجهزه بدها مهندسين يصنعوها. وعماد تطور الغرب هو الهندسه يمكن، وليس لا يعني الطب لحاله. تطور العالم كله هو الهندسه. تاخذ طبيب، في طبيب واحد عربي بيحكمك، بس هذا الطبيب اللي عم يحكمك بطريقه تقليديه يعني بيعتمد على الحفظ. اما العلم وصل، وخصوصا علم الهندسي وصل لمراحل متطورة. طب انا بدي فوت باختصاصك شوي، شفت من تخصصاتك بعد المصطلحات هيدرولوجيا، يمكن هيدرولوجيا مزبوط هالتلفظ؟ نعم. شو معنات هيدرولوجيا؟ انا مؤلية بس طبعا للناس، بدنا بشكل مبسط بيسمع انه اختصاص هيدرولوجيا. شو يعني هيدرولوجيا؟ هيدرولوجيا هو علم المياه السطحية والجوفية. بعدين هذا كان مفهومه العام في البداية، بعدين تجزأ لجزئين، هو هيدرولوجيا اللي صار بيقصد فيه علم المياه السطحية، وهيدروجيولوجيا اللي بيقصد فيه علم المياه الجوفية. الجوفية يعني دراسة، الهيدرولوجيا هو دراسة المياه التي تقع فوق سطح الأرض، يعني الينابيع والأنهار. الينابيع والأنهار والبحيرات والبحار وبحيرات السدود يعني كل أشكال المياه والرطوبة والأمطار وهذه كلها، والأمطار والظواهر المناخية المختلفة من حرارة ورطوبة ورياح وإشعاع شمسي. هلا هي بدها هندسة صار؟ إيه طبعا. هي كنا فكرة للجغرافيا نحن. لا شوف هلا الهيدرولوجيا بيدرسها الجغرافيا من وجهة نظر مناخية، مناخية بيدرس الجيولوجيا من وجهة نظر مياه السطحية تغذي المياه الجوفية، بيدرس المهندس المائي اللي هو هندسة مدني من وجهة نظر تصميم السدود ومعرفة حجوم التخزين فيها، تصميم قنوات التصريف، تصميم عبارات الطرقات، تصميم كل المنصات البحرية، كل مكاسر الأمواج، كل المنشآت اللي خاصة بالمياه، هذه بياخدها المهندس المائي. اما هنني بيدرسوا الهيدرولوجيا ليس من الناحيه الهندسيه. ان عندهم هيدرولوجيا بس هو ضمن علم المناخ. طبعا نحن فاتنا اعزائي المشاهدين ننوه انه الهندسه المائيه او هندسه الموارد المائيه هو فرع من فروع الهندسه المدنيه حاليا. نعم هو فرع من فروع الهيدرولوجيا، هو احد الاختصاصات الهندسه المواد اللي تدرس. ايوه لانه في عندك هيدرولوجيا وفي عندك هيدروليك وعندك منشات مائيه وعندك سدود وعندك اعمال ري وعندك صرف زراعي، كلن هذول الهندسه مثل ما عبرت انه هي اللي تعني باقامه منشات يمكن او اداره هالموارد المائيه، اداره الموارد اداره المائية. اقامه سدود اقامه من الناحيه الهيدرولوجيه. يعني انا كهيدرولوجي لما بيقول لي بدي ادرس هذا السد، انا بدي اختار له موقع السد، بختار له موقع السد على اي اساس؟ على اساس انه اذا اخترته بهالنقطه هذه قديش ممكن يطلع معي حجم تخزين مياه فيه نتيجه عواصف مطريه، هون افضل واللي هون افضل. يعني فانا بدي اعمل دراسات تتم اختيار له، تعرف انه اذا حطيته بهالنقطه شو هو بيكون الحوض الساكب تبعه،
شو المقصود بالحوض الساكب؟ يعني شو هو المساحة من الأرض التي إذا هطلت عليها كمية من الأمطار تصل إلى هذه النقطة وأستطيع تخزينها في سد أنشئه في هذه النقطة؟ وإنشاء السد اختصاصكم كمان؟ بالضبط، اختصاص مو بقى الهيدرولوجيا، اختصاص السدود. منشآت مائية، عندنا اختصاص تاني اسمه منشآت مائية. يعني نفسه ضمن الهندسة المائية منشآت مائية، واحد تاني بدرس لك مو المدنية لا المدنية مدنية. نحن المدني بعرف مدني بس هي ضمنها يعني ضمن الهندسة المائية في شخص بدرس لك السدود. بعدين إذا بدي اشتغل أقنية ري في واحد تاني بيشتغل أقنية ري، كيف بدي اروي أراضي ومد شبكات الري في واحد بيشتغل شبكات ري، كل واحد بده. طب هي دراسه طبعا، لانه انت بدك تدرس فيها يمكن مناسي، بدي ادرس مناسي وبدي ادرس اقطار الانابيب اللي موجوده وبدي ادرس الغزارات اللي بدها تطلع معي وبدي ادرس الميول طبعا تتحمل ولا لا تماما، بتنزل مي لحاله ولا بدها واللي بدي محطات ضخ اضطر ارفعها على محل او نزلها على اختصاص هذا حتى محطات ضخ اختصاص الهندسه المائيه. حلو حلو حلو، يعني اختصاص واسع غني جدا واسع جدا، هو اختصاص بالعالم على درجه كبيره من الاهميه. طبعا المي هي حياه يعني أساس وجود الماء لموجودة الحياة. نعم. طيب السؤال هون إنه نحن بسوريا شو مدى فعالية دراساتكم أنتم وأبحاثكم؟ أكيد بالجامعة عم تعملوا أبحاث علمية بهالمجال، شو مدى فعاليتها عم تطبق على أرض الواقع عم يأخذ فيها؟ نحن للأسف فيه عنا فصل ما بين أبحاث الجامعة وما بين مشاكل الشركات التي تعمل وفي ضمن هذه الأبحاث. يعني نحن حتى يتنسق الأمور مظبوط يفترض يكون عندنا على الشكل التالي، أنا شركة الموارد المائية باللاذقية مثلا، هن عندي سد 16 تشرين وعندي سد الثورة وعندي سد السخابي وعندي سد البلوران وعندي 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 أقنية ري وعندي مفيضات وعندي مآخذ مائية وعندي شبكات ري وعندي، هن عم يستثمروا هذا الشيء. لازم إذا طلع عندي شيء قضية من القضايا أنه والله في عنا نحن مشكلة هون، مثلا ما يظهر عنا تسرب بهالسد هذا، ويعني بدنا نتأكد أنه هذا التسرب بيأذي هذا السد ضمن المواصفات المضبوطة ولا لا، يفترض أنا بيجي على الجامعة بقول لنا يا جماعة أنا عندي مشكلة، هالمشكلة هي هيك هيك هيك، أنا بيجي لنفرض لرئيس القسم اللي هو أكبر وحدي موجود بهالاختصاص هذا بالهندسة المائية، ممكن ينعطى هذا بحث ماجستير، ممكن ينعطى بحث دكتوراه، ممكن ينعطى بحث علمي، بيسجله الدكتور، بيشتغله الدكتور، بيسجله بالجامعة وبيقدم حل له وبيعطيه لهذه الشركة مقابل أجر مادي معين، هيك معمول فيه بجميع أنحاء العالم. بينما نحن هن بيشتغلوا بوادي لحالي ونحن منجي منطلع منشوف في هالمشكلة بقول أنا راح أعملها، فبيجي انا بنفذ هذه المشكله وبعدين بتنحط بالضل. انا راعطيك مثال، حط عندكم تتخزن بالضبط. يعني انا راعطيك مثال، من سنتين بال2016 طلع وزاره التعليم العالي بتعمل مثل الاعلان الاول عن ابحاث تجرى، بس هذه من ضمن اهتمامات الدوله، الدوله محدده انه من خلال طلبات الوزارات انه نحن ناس بدها تعمل لنا ابحاث بمجال كذا وكذا وكذا. انا جيت بهذا المجال الهندسه المائيه قدمت بحث، وطبعا هن بيدرسوا الخطة تبعك وأهميته ونتائجه المتوقعة وإلى آخره. المهم أنا فزت بحث، من 12 بحث فازوا في ذلك العام، يعني تقدم مئات الأبحاث فاز 12 بحث فيهن، أنا كنت واحد من 12 بحث. كان عنوانه للبحث أنا اللي قدمته هو التنبؤ بتدفقات المياه الواردة إلى بحيرة سبت 16 تشرين باستخدام الشبكات العصبية الصناعية. الشبكات العصبية الصناعية هي عبارة عن شكل من أشكال الذكاء الصناعي اللي بتستخدم لحل مسائل رياضية لا خطية موجودة. فأنا منين أنا جتني فكرة البحث؟ بعتقد كل الناس اللي باللاذقية بيتذكروا، ما رح يتذكروا التواريخ بالضبط ولكن بيتذكروا الحادثة، ب 13 شباط عام 2011 زادت كمية المياه الواردة لبحيرة 16 تشرين بحيث انه اضطروا هن يفتحوا البوابات، كان هاي اخر مرة بيفتحوا فيها البوابات، يعني هن كل بضع سنوات بيفتحوا لما بينتلي السد، فهن بيعرفوا ايمت بيفتحوا البوابات قبل بساعتين. كيف؟ موجود ميرا علي مناسب، بس يصير هالمنسوب هذا على 76.4 اذا بعد منه بيصير خطأ الحمل زائد على السد وصار خطر عليه، اذا بدهم بقى يبدأوا يفتحوا البوابات تتصرف المياه الزائدة. فهن عرفوا الساعة 11 بالليل انه لازم يفتحوا البوابات، 11 بالليل بشهر شباط كهرباء مقطوعة والدنيا عم تشت، يحطوا على التلفزيون وعلى الشام اف ام انه انذار الى جميع المواطنين القاطنين تحت منطقه 16 تشرين والمنطقه الصناعيه ومعمل جود والول كل هذا، انه سيتم فتح بوابات السد الساعه 1 ليلا. كل الناس كانت نايمه، فتحوهن لمساحات للبوابات الساعه 1 ليلا من شان تصريف
المياه اللي الفائضة. طبعا بس هيك نقدم فكرة صغيرة، حرم النهر كان عرض النهر قبل ما يعملوا السد 600 متر. مزبوط. لما عملوا للسد هن بيتركوا مفيض من شان ما ينتهي مجرى النهر. صار عرض المجرى 60 متر. مزبوط. الأهالي بهال 540 زرعوا ليمون وعمروا بيوت وعملوا بيوت زراعية. لما فتحوا البوابة اكتسح كامل المنطقة، رجع أخذ الحرم تبعه، يعني هن انتعدوا له هو رجع أخذ الحرم تبعه، فأخذ كل شيء موجود تحت منه من أراضي ومن المنطقة الصناعية غمرت بالكامل. حتى كان في أحد المكاري جاي من جهة حلب وجه الضوء الصبح دخل بالمنطقة وبدون هو ماشي بسرعة، فهو ما بيعرف أنه فيه نهر قدامه صار موجود، هو كان جفاف، فراح توفى فيه جده حفيدته. طبعا الخسائر هي كانت بمئات الملايين. هذا في أي واحد يفتح النت ويشوف ب 13 شباط عام 2011 شو اللي صار يعني. فأنا من هون خطر ببالي أنه فكرة، ليش أنا ممكن أعمل نظام إنذار مبكر للفيضان هذا؟ فأنا باستخدام هالذكاء الصناعي والشبكات العصبية الصناعية عملت لهم برنامج وقدمته بالوزارة، وطلبني وزير التعليم العالي من شان هذا الموضوع. ويعني البرنامج هذا بيخليهن أنا بقلن قبل 24 ساعة أنتم بدكم تفتحوا البوابة. طبعا قد لا يكون 24 ساعة بالضبط، قد يكون 26، قد يكون 22، بس أكيد مو أنا بقلين بدكم تفتحوا البوابات بعد 24 ساعة بينطروا ل 24 ساعة ولا 48 وما بينفتح. لا، أنا مختبره للبرنامج اللي عامله على بيانات حقيقية موجودة عندي بالسد، أخذها من عندي. فأنت قبل ب 24 ساعة قادر أنك تعطي إنذار لكل الأهالي، أخلوا المنطقة، يعني فيك تخلي المنطقة، فيجي الدفاع المدني، تجي الشرطة، يعني ما حد بقى يمر، اللي عنده شيء مهم ممكن يشيله. فأنجزت البحث وعرضته بالوزارة قبل عيد رمضان، وعملت إنهاء بحث ونحكى فيه ونحكى مع وزارة الموارد المائية، وأنه قالت نحن رح ناخد الموضوع هذا ورح نتبناه. نحن هيك لازم يتم علينا. هلا صار هالحكي، هلا هذا صار الحكي وعندنا، وطلبوا مني مثلا انه دكتور بدك تعمل سيمينار تاني وزارة الموارد المائية، قلت ان انا جاهز، حددوا الموعد وانا يعني على الموعد انا بروح بعمل لكم سيمينار. فانا بيصير ما بدي مهندس، اي واحد فني بس حطيت له البرنامج واجهه بيدخل فيه بعض المعلومات اللي هو قايسة قبل بيوم وبيومين، وبيقبض زر بيقول له انت المنسوب المياه بده يطلع عندك 76.4 او فاصل 3 او فاصل 6 بعد 24 ساعه معناته انا لازم افتح البوابه. كل شيء انا ما وصلت للمنسوب الخطر يطلع معي معناته انا ما عندي اي اشكاليه. اما هو البرنامج بيعطيني اي ما بدك توصل للمنسوب بعد 24 ساعة، بس يصير المنسوب خطر بعد 24 ساعة انا بعطي انذار انه نحن لازم بعد 24 ساعة نفتح البوابات، اذا خلينا نستعد نخلي المنطقة ونعمل ونشتغل. هلا اصولا هيك لازم يصير، يعني هن لازم يكونوا اجوا على الجامعة قالوا يا جماعة نحن في عنا مشكلة ما عم نعرف نفتح البوابات الا قبل بساعتين من شان بالنظر بالعين المجرد يعرف ارتفاع المنسوب. في شيء علم بيعمل هذه الشغلة؟ هو يفترض هيك كان لازم يتم الامر. بينما نحن هيك نحن بنشتغل اساتذه الجامعه، واللي احيانا طلاب الدراسات العليا، بعض الطلاب يعني اغلب الطلاب اساتذتهم بيعطوهم المشاريع، بينما من الناحيه الفعليه لازم الطالب هو يروح يشوف لحاله مشكله، يقول في مشكله هون انا بدي اعمل لها حل، يجي يقول له لاستاذه انا في مشكله بالمكان الفلاني انا بدي اعمل لها حل. ببلاد برا اغلب الشيء هيك بيصير. وبس ولكن لا يمنع نحن انه المؤسسات والشركات، انا بحكي هون بالموارد المائية لانه هذا اختصاصي، بس لما بتجي على المصانع ممكن واحد يقول لك يا اخي انا عندي هذه العنفي لو بدي اياها بدل ما تدور 5000 دورة بدي اياها 6000 دورة بتغير الدنيا معي. طيب خذ له رحلة جماعة الميكانيك، قل له خيو عندي هذه القصة وعندي هذه الآلة وعندي كذا، كيف انت ممكن فيك تخلي لي اياها توصل للمرحلة؟ بكل تأكيد راح تلاقي طالب واللي باحث يقدر يعمل لك اياها. طيب انتم ما في سيرة توصل بينكم وبين المؤسسات؟ هلا نقابة المهندسين مثلا شو دورها؟ لا، نقابة المهندسين بعيدة عن هذا العمل، نقابة المهندسين دخل بمشاريع ومكاتب وقصص. لا هي ما دخلها بأصل نظامها ولا هي ما بتدخل؟ لا هي بالنظام عندها ما بتدخل، بس ما هذا بتدخل. لو بده يدخل ما بين الجامعة وما بين هذه الشركات مين لازم ينظمها؟ الدولة لازم تنظم تعمل شيء، لازم ينعمل شيء حدا يصير توصل هو إيه؟ تعمل مثل وزارة، هاي وزارة التخطيط نفسها عشان ما تخطط. أنا ما بعرف وزارة التخطيط لشو تخطط، يفترض يكون هي تكون صلة وصل بين وصل. إذا خلينا دعوة من هون أنه وزارة التخطيط تتفعل وتكون صلة وصل بين الأبحاث العلمية بالجامعة
والمشاكل مع حاجة الشركات والمؤسسات الدولة ومحاجة البلد بشكل مختلف تماما، مؤسسات الدولة ومؤسسات الخاصة، لأنه كمان هذا اللي عنده مصنع هو مثله مثل الدولة، عنده مصنع وممكن أنت تجي تقدم له شغلة معينة. سؤال بدي أسألك، هل البحث اللي حكيت عنه أو غيره من الأبحاث، أنتوا الأبحاثكم مدعومة ماليا؟ ما في بحث علمي ما بيكلف هذيك الحزبة بالضبط. هلا هون منين بتغطوه انتم البحث؟ هلا هذا انا البحث كوني عاملته وزارة التعليم العالي، هو مدعوم من صندوق البحث العلمي والتطوير التقني. ومنيح هذا الصندوق يعني كل شيء انت اللي بتحطه بيحطوا لك اياه، يعني بيناقشوك، مثلا شافوا رقم انت حيطت زياده فيبعثوا لك كتاب انه نحن شايفين هذا الرقم شايفينه كثير، اذا ممكن تخفضه. مثلا انا ما خفضته، يعني حطيت انه التكاليف رح تكون لو بند 2 3 4 5، لنفرض انا بدي روح 50 زيارة حقلية بدي قيس وبدي اعمل كل زيارة، اكيد انا ما رح روح بالميكرو وبعدين روح مشي على الموقع، انا رح اخذ سيارة من هون على واحد تكون بحما بضل معي، لانه مو معقول انا ضيع وقتي تنقل. هلا انت كدكتور بيعطوك، بس كاذا طالب دراسات عليا عم يعمل بحث ليك هلا عن جديد عن جديد طلعت وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحوث العلمية انه نحن بندعمك بجزء منه، مثلا قديش دعمتك جامعتك، بتحط انه انا البحث عندي، بس بدك تحط انه اهميه البحث تكون اهميه تطبيقيه. هلا الابحاث في شيء منها هو احيانا ممكن تقول هو ترف علمي، وفي شيء منها هو بحث تطبيقي، ما كل الابحاث تطبيقيه، يعني حتى بالهندسي مو كل الابحاث تطبيقيه. فالابحاث ذات الصفه التطبيقيه اللي انا بقول لك تاخذ من البحث من هون بشغل لك اياها بهالشركه، بشغل لك اياها بهالمعمل، بشغل لك اياها بهالمنشاه، هذا هو بحث تطبيقي. هن مثلا بيقول لك قديش الجامعه دعمتك، دعمتك بكذا من مبلغ، قديش ناقصك هالمبلغ كذا، بيدرسوا هن هالوضع وهلا صاروا بيدعموا هلا عن جديد. هذا قلت لك العام الماضي طلع، يعني انا متابع هذا الامور. فهيئة العليا للبحث العلمي بتدعم طبعا، لساته الامر فيه كثير من التعقيد. طب احنا وانت رح نشوف هالاستطلاع سوا هلا اللي هو جريناه مع طلاب مختلفين من الدراسات العليا، عن اذا كانوا سمعانين بهذا الاختصاص لا هذا الموضوع، يعني انه في تمويل صار للبحوث العلميه كلها كاملين ولا الساعه على نفقته؟ لانه بتذكر انا بحلقات سابقه كانه طلاب على عاتقهم بيتم مشاريع التخرج. لا اكيد اكيد هو لساته كله بيتم على عاتقهم، ولكن لما الطالب بيبعت هو واستاذه، لما بيبعت هو واستاذه بيراسل انه انا عندي بحث هذا وانا بحاجه دعم تكميل، مو يعني تكميل دعم، انه انا لنفرض فيني تأمنت 50% لسه 50% هذا نحن بدنا اياكم تدعمونا فيه. طبعا في استمارات وفي شغل، انا بصراحه جيت بدي اقدم لبحث بس من كتر الاستماره ما كانت معقده التعبئه بطلت قدم. هلا نحن رح نسمع سوا وجهه نظر الطلاب ونرجع نتابع حوارنا. تفضل. في دعم مالي من وزارة التعليم العالي لطلاب الماجستير بالبحث العلمي؟ هلا الدعم المالي موجود على الورق، بس للأسف تطبيقه على الواقع شوي فيه صعوبات كثيرة، لأنه القوانين عندنا تفسيرها من قبل الأشخاص بيختلف، بقى كتير موضوع شوي فيه شوية صعوبة، بيفترق كمان بين جامعة وجامعة، يعني زملائي بغير جامعات عم حس إنه مدعومين أكثر. نفس القوانين طبعا، بس هون في تعقيدات معينه ناحيه البرامج. مثلا عندنا البرامج نحن اغلبها مقرصن، لانه نحن بلد عليه عقوبات، يعني لهيك ممكن ما تكون نتائج مرضيه بشكل الامثال، لهيك العمل الميداني ضروري. الدعم المالي عم يكون غالبا للطلاب الموصفين ضمن الجامعه، يعني الطلاب الموصفين لاغراض تدريسيه، بس كوني انا مهندسه مثلا مديرية الخدمات الفنية وعم كمل ماجستير بالجامعة، فالجامعة ما بتعوض لي أي مبلغ مادي. هلق التكلفة بتختلف من رسالة لرسالة، بحال كانت أنه متوجهة باتجاه البرمجيات هي أخف شيء، ونحن كل الطلاب صارت تتوجه له المجال بهدف أنه تخفف عن حال هالعبء. يعني بقى نجي لتجارب حقلية وتجارب مخبرية وقياسات، هي بتصير بتكلف يعني فعلا فوق 500,000. أنا بالنسبة إلي بحثي مثلا برمجيات، فهو رح يكلفني البرنامج، بده يكلفني لأتعلم، في برامج بتكون نسخ تجريبية مثلا تشتغل لشهر، في برامج أنا بدي أدفع حقها لحتى أقدر أجيبها من برا مثلا، بحيث أقدر أنا أتابع رسالتي على مدار سنة أو سنتين. كمان عنا حق الطباعة، حق الشغلات اللي ممكن نحنا نستخدمها كقرطاسيات وهيك، هيدا في حال كان البحث بيعتمد على برنامج. أما الأبحاث الحقلية أو البدأ تصميم نموذج بالمخابر، لا هيدا بتكلف أكتر. دي كفة تعليم ماجستير أو دكتوراه صار ترف، يعني للمترفين فيه هون يكف، وللطبقة المتدني شوي ما فيه هون.
شكرا للمتابعة. مثل ما شفت يعني الطلاب يعني كانوا لسه بحاجة لدعم أكثر، بتحس عم يشكل عبء مادي هذا المبلغ، خصوصا طلاب تخرج يمكن مشاريع السنة الخامسة أغلبهم بيعملوا بحث، ما في واحد إلا بيكلف هديك حسبة معينة. يعني طالبنا هالأيام عم يرهقوا هالمبلغ، لأنه بتعرف أنت الإمكانات الناس حاليا ضعيفة. نعم. لبلا بنحكي أنت على المؤتمرات العلمية أو مؤتمرات الأبحاث العلمية، أنتوا شو بتعملوا حوافز لتشجعوا على البحث العلمي؟ شو عندكم؟ يعني شوف، أنا من الناس اللي صار لي بجوز 10 سنين بعمل كل سنة مؤتمر، قد يكون دولي أو على مستوى سوريا. طبعا كل المؤتمرات مرت بفرق، مرحلة أولى كانت يعني خلينا نقول مؤتمرات عامة، شيء منا اختصاصي بخص الهندسة المائية، شيء منا بخص الهندسة. بس سؤال بس خلل، يعني هذا غير أسابيع العلم. طبعا ما لا لا ما له دخل هذا بأسابيع العلم. أنت بتأمن بأسابيع العلم هي بتجي أسبوع وكذا كويسة هي برأيك؟ لا بكل تأكيد، هي لقاء، أي لقاء علمي هو مفيد كويس. قولا هو بس يعني ما هو مثل البحث العلمي، هو عبارة عن عرض يعني. لا هو أكيد للمعلومات. لا هو، لا هو مثله مثل أي مؤتمر. أسبوع العلم هو مثله أي مؤتمر بتعرض أنت في بحث. أنا مشارك بأسابيع علمي كتير، بتعرض أبحاثك فيه، بتعرض شغلك فيه. فأنا السنة الماضية كان في مؤتمر، والقبلة والقبلة كل سنة عندي مؤتمر. السنة خطر ببالي من وراء كلام تشجيع البحث العلمي، فأنا خطر ببالي أنه ليش ما بعمل مؤتمر. طبعا سميته هلا، هو حطيت له إعلان وتم مراسلت كل الجامعات من شان للمشاركة فيه، أنه المؤتمر الهندسي الأول لطلاب الدراسات العليا. حلو. تحت شعار كل الجامعات، مو لجامعة الشيخ. لا لا لا، للهندسي، للهندسة المدنية باختصاصات السبعة، الهندسة الكهربائية والميكانيكية بكل اختصاصات، المعلوماتية، العمارة، التقنية، لأنه جماعة الهندسة الزراعية هن بيعملوا تقليد لحالين، يعني كل سنة بيعملوا، فما دخلنا هن، معنا كانوا بيعملوا بالجامعة لحالين. فلذلك أنا عملت للهندسات هدولي، بس هذا لكل الجامعات السورية ولكل المراكز البحثية السورية. حلو. بيشاركوا فيه. فأنا حكيته للسيد رئيس جامعتنا الدكتور بسام حسن، طرحت عليه الفكرة، يعني قلت له أنه بنعمل هذا المؤتمر، المؤتمر الهندسي الأول لطلاب الدراسات العليا تحت شعار بحوث الدراسات العليا دعامة أساسية من دعامات التنمية. قال لي ممتاز هذا الحكي وأنا موافق عليه. قلت له أنا بذهني أنه نحط البحث الفائز طبعا فقط لطلاب الماجستير والدكتوراه، ويجب أن تكون الرسالة قيد الإنشاء، يعني مو طالب دافع أو طالب لسه مسجل. المسجل ما بيدخل، واللي دافع مع السلامة. نحن بدنا واحد الساتو ما يشتغل. ليش؟ لسببين. أول سبب أنه نحن هالناس الكسلانين اللي متسجل وتضل 5 سنين و7 سنين تنحفزها، وتاني شيء تنعطيهن فرصة حتى يدافع طالب الماجستير أو طالب الدكتوراه، لازم يكون مقدم مشاركة في مؤتمر. فأنا هون فسحت لهم كلهم يقدموا مشاركات بمؤتمر. حلو. حطينا جائزة لأول للبحث الفائز بالدكتوراه على مستوى كل سوريا 50,000 ليرة. طبعا قد يكون مبلغ صغير، ولكن كخطوة أولى أنا بعتبره إنجاز، لأنه هذا عمره ما صار بسوريا. ولبحث الماجستير 40,000 ليرة. ولكل بحث فائز على مستوى كل اختصاص من الاختصاصات اللي حكيت أنا، وقد يصل عدد إلى 20، يعني بكل 20 في 2 فائزين، كل واحد من ال20 2 فائزين، واحد ماجستير واحد دكتوراه، بجوز حاطين جائزته 10,000، ممكن بكره نعملها 20,000. طبعا بالاخر بتقلي صار في عندك مبلغ كبير، هاي فقط للجوائز. هذا مبلغ الجوائز. نحن القضية عندنا مشكلة التمويل. ايوه. فمشكلة التمويل، انت بعلاقاتك الشخصية بدك تجيب دعم من برا، يعني الجامعة هي بتتولى منظمات أهلية مثلا، شركات دولية، شركات خاصة، قطاع خاص. حدا بيحب انه شركة يقول لك انه، يعني انا حكيت مع احدى الشركات، طبعا عجبني فكره للرجل اللي حكيت معه، هو مهندس، قال دكتور ممكن تعطيني الابحاث كلها بعدين مع عنوان كل باحث ورقم موبايل. قلت له هذا رح تلاقيه بشكل طبيعي، رح وزعه على كل شخص يدخل عندنا عشان يستفيدوا منه، لانه هو ممكن بعدين من هالابحاث يجي يطلع يلاقي بحث او بحثين بيخدموا شركته. أيوة. مين هن؟ عند الاستاذ عماد والاستاذ احمد، بيجي بيتصل فيهم، خيو نحن بناخذ البحث تبعكم او من تابع تمويله وبناخذ شغله مقابل ان نحن بنعطيك مبلغ مادي كذا. حلو. هو بيجوز يكون هالابحاث بيحلوا له مشكله بتوفر عليه ملايين الليرات السورية، هو بجوز دفع له بضع مئات من الألوف، والطالب بيقول لك أنه أنا مثلا خلصت بحثي وخدت هذا الرقم، فهو إنجاز كبير. وقد يكون يروح يشتغل عنده بالشركة، يصير استشاري عنده بهالمجال. طبعا. فنحن بهذا الشكل، يعني أنا بتصور أنه رح تكون تظاهرة علمية هائلة جدا، لأنه العدد الأبحاث سلفا رح يكون بالمئات
ليش انت ما تحكي على مستوى سوريا كلها؟ انا واثق على مستوى سوريا قد يكون في 3000 اذا مو اكثر بحث ماجستير ودكتوراه، لانه عندنا بجامعه شرين في اكثر من 1000 بحث ماجستير ودكتوراه، فقيس على بقيه الجامعات، فهذا هو بحد ذاته انجاز. نحن المهم نبدا. هلا في ناس قالوا كتير ممتاز يعني انه بداتوا مكافاه، في ناس قالوا المكافاه صغيره التحفيزيه، فنحن انا قلت لي المهم نحن بدانا بالخطوه الاولى، نحن ممكن السنه الجايه تكون المكافاه ضعف، ممكن تكون ثلاث اضعاف، يعني بعدين انت ممكن تلاقي جهات حست انه هذا الموضوع بيخدمها، مره جاي لا معلش انا حطني انا راعي المكافآت، يعني انا شركه فلان الفلاني الجوائز كلها تقدمي مني، هيك بيصير يعني. فنحن بس كمان انت بدي يكون لك نشاط تدخل بالناس، يعني انا ما فيني اقعد بقول انا ما في بدي اعمل مؤتمر وانا قاعد بمكتبي لا بطلع، لا حبيبي بدك تطلع على طرطوس وتطلع على اللاذقيه وتروح على الشام وتروح على حمص وتروح على حلب وتدور على شركات. انت كدكتور انا كشخص مسؤول عن هذا المؤتمر، انا المنسق العام لهالمؤتمر رئيس اللجنه العلميه فيه، فانا المسؤول عنه، يعني مو بدي اجي اقول لرئيس الجامعه ها انا بعمل لك مؤتمر ادفع لي 5 مليون ليره، قلت له ما ادفع لك 5 مليون ليره. منشان شو بيجيني 100 واحد عندكم يعني بعطيكم ميزانية الجامعة، فأنا ببذل الحد الأقصى أني ما دفع الجامعة شيء، بس مني هاي إذا طلع عندي عجز نسبي أنا بحكي للدكتور أنه دكتور أنا في عندي هذه النسبة، أنا واثق هو لن يتأخر، هو إنسان علمه متفهم جدا وزهنه متفتح، وهو دكتور مهندس يعني كمان زميلنا من كلية الهندسة المدنية، فعنده هالفكر النير يعني بهذا الاتجاه. بس نحن بدنا نعتمد على الجانب الثاني. ليش أنا ما بخلي القطاعات الثانية؟ هلا كنا ما نحكي بهذا الموضوع أخي، وليكن تاجر بمحل، هو تاجر بس لما بيقول أنا جوائز المتفوقين في هذا المؤتمر هي تقدمي من تجارة كذا كذا، دعاية له كمان. بالضبط دعاية له، بعدين حتى مجاني. هو بيصير حتى عمله التجاري هذا انه هنت صرت ما ترعى مؤسسة علمية ما ترعى جيل، فهنت حتى شغلك صار له قيمة انسانية، صار له قيمة علمية، يعني انت ما تشارك وبعدين ممكن يطلع ابنك واحد من اللي مقدمين، يعني لانه مين هدولي؟ هدولي اولادنا كلن اللي موجودين، ابني وابنك وابن الثالث والرابع والعاشر. على ذكر اولادنا واولادكم بدي اسالك عن علاقتك مع الطلاب، انت كيف؟ انا في اساتذه طبعا المشوية الاستاذ كنتوا تخافوا منه تهربوا منه وكذا، طلابكم بيهربوا منكم بيخافوا ولا؟ نحن جيل. هلا انا بتذكر لما درسنا بالجامعه مثلا كانوا كل اعداد دكاتره كليه الهندسه المدنيه 15 دكتور عام 1980، كان اذا الدكتور بالصف مثلا سال شغلي وانا قمت جاوبت عليها مثلا وقال لي يعطيك العافيه يا غطفان، انا كنت روح على البيت ما فيني نام الليل انه الدكتور ناداني باسمي، يعني الدكتور بيعرف اسمي، يعني شغلي انه كثير كبيره، الدكتور هو قامه هائله. نحن هلا لا، يعني هنت ما كان فيك تمزح مع الدكتور او كذا، لا دائما هو بمستوى إيه. معين. نحن هلا لا بنستضيف للطالب بالمكتب وبنحط له فنجان قهوه وبنعطيه اياه وبنقعد وبنحكي نحن وياه، طبعا اكيد رح تلاقي في تفاوت، يعني كل دكتور له عقليه معينه وابن بيئه معينه وابن خريج دوله معينه، حتى الدوله اللي انت متخرج منها هي بتاثر على نفسيتها. انا خريج الاتحاد السوفيتي، كان البروفيسور تبعي اذا يوم من الايام بنزل مرشح يجي يحوشني وحبيبي وعيني ورجع على البيت وببعث لك مين يخدمك بالبيت ولا تجي، يعني انا جاد يقول له نحن بسوريا بنمشي حفيانين، يعني نحن اولاد، فمو بقى انه رشحنا واللي ما رشحنا، يعني لهالدرجه. فلذلك نحن تربينا بصراحه بجو فيه كثير من الحنيه، فنحن لما جينا هون انا بالنسبه لي انا اب لكل طلابي، يعني طالب بحاجة أي شغلة أي خدمة فيني يقدم لي إياها أنا بخدم لي إياها، ابن دير الزور وابن حلب مثل ابن ضيعتي، هن نفس وهذا الشيء ممكن أنت لحالك تلمسه من خلال حوارك مع الناس هدول كلين، لأنه بالنهاية إذا ما انطلقنا من هون إنه هذا الطالب هو ابني فهي مشكلة بالتعامل. يعني أنا مرة ما يسألني أحد الموزعين كان معمل معي مقابلة بالجامعة كنت عميد كلية، فما يقول لي انه انا شفت الطلاب يعني بيحبوك كتير كتير، شو السبب؟ قلت له سبب بسيط، قلت له انا الطالب هو ابني، لما بيغلط بضربه بايدي اليسار وبرجع بحوشه بايدي اليمين، لانه ايدي اليسار هي اقل ايلاما وايدي اليمين هي اكثر شعورا بالقوة، انا بحبك كتير تماما، يعني فلذلك الطالب انا بقول له ابني اذا غلط ما بقوسه بشده بدانه، فالطالب يعني انه اخطأ ماشي اخطأ ما خلصت الدنيا، ليش انا لما كنت طالب ما كنت اخطئ؟ انا كنت اخطئ، ما بيصير هلا اجي اقول ما بيصير، لا حبيبي انت اخطئت، اول شيء انا بتطلع بلاقي انه هو جاي من بيئه بسيطه جدا، في شغلات من الاتيكيت هو ما بيعرفها، انا بجي بقول يا ابني ماشي انت حكيت هالكلمه معي
انا بمرق لك اياها، بس وجوز تحكيها مع واحد تاني يشلحك من الشباك يعني، هو ما راح يشلحه اكيد. هلا بسالك بس باعتبار سيره الطالب والهي، انه في كثير يقال يشاع عن بعض الدكاتره انه ما بيصلحوا بيقيسوا بالشبر وبيتقصدوا رسب الطلاب، في شيء من الظاهره ولا ليك؟ لا قل لا، انا شخصيا انا اذا بدي احكي عن كليتي الهندسه المدني، هذا الشيء غير موجود عندنا على الاطلاق. ليك ما تصدق انه دكتور ما بيصلح لسبب بسيط. بعد ما بيخلص الدكتور التصحيح، انا كنت عميد كلية فانا بعرف كل الاجراءات اللي بتصير بالامتحانات بالكامل، في لجان تدقيق ترجع بتراجع الاوراق الامتحانيه، الدفاتر دفتر دفتر ورقه ورقه، بيطلعوا اذا جزء من سؤال غير مصحح او ما انا الدكتور شيخط عليه، لانه انا كيف بدي اعرف صلحت شخط عليهم يعني، انه هذا وهذا بحط له خمسه وهذا ثلاثه وبجمعه. اذا بيلاقوا جزء ما في عليه اشاره بيحطوا الدفتر على جنب، بعد بيخلصوا المادة بيستدعوا الدكتور. عندك 10 دفاتر فيها أجزاء غير مصححة، بيجي الدكتور بيقول لا هذا مصحح، يعني أنا بيرجع بيشخط عليه، هذا مزبوط أنا ما نمصححه، عليه 3 علامات، بيحطه وبيضيفه وبيعطوا إياها. عندك 5 دفاتر تانيين أو 10 دفاتر تانيين فيه خطأ بالجمع، جامع أنت هون وغلط، بيصحح الجمع. عندك دفترين فيهن خطأ بنقل العلامة، علامة السؤال الأول 5 هن تناقلة لهني 15 أو هي 15 هن تناقلة 5، بيصححوها. فبعد منه نحن عنا بالكلية كان في لجان رصد، ترجع هذه لجنة الرصد بتاخذ من كل مادة 20 مثلا دفتر عينات عشوائية. بيعيدوا تصحيحها بيش مو تصحيحها، بيرجعوا بيدققوا ومصححة كلها معمولة. هلا انا ما فيني اقول لك انه وفق كل هالمتابعة هذه انه ممكن ما يطلع دفتر يمر في اشكالية معينة، لانه بالاخر انا انسان والمتابعني انسان يعني، هذا الشيء موجود. اما دكتور ما بيصحح ودكتور بيتحطط على طالب ورقه امتحانيه، انا استبعد هذا كثيرا، ما بقول لك انه 100% ما بيصير يعني، انا بقول لك عنا ما بيصير بالهندسه قطعا قطعا. طيب هلا بدنا بعيدا عن جو الطلاب، اعطينا حقه، بس بدي احكي نحكي مين هو ابو الموارد المائيه تاريخيا، مين هن الشعب الاقدم اللي استخدم المياه واداره بشكل هندسي علمي صحيح يعني يعني لا بيجوز الاغريق هن اول من يشتغلوا بهالمجال هذا. قبلنا نحن العرب او السوريين طبعا قبل سد مأرب. طيب مو اقدم هذا يعني هذا بانشاء السدود يعني، هذا إيه كان هو سد مأرب اللي باليمن يعني، كان هو هذا. طيب والحدائق باب المعلقه اللي كانوا يحطوا لها مي ما كمان طبعا اقدم الاغريق نحن قلنا ما يعني الا اكيد اكيد، بس يعني انا ما احكي، خلينا نقول بالاساس العلمي العلوم اللي طلعت اللي وصلتنا نحن لها بالضبط اللي وصلتنا. اما نحن اكيد العرب لنا باع واكثر يعني، حتى بتاخذ بالمناطق اللي عندنا بسوريا مثلا، خذ قلعه الكهف اللي هي عمرها يعني بالضبط ما بعرف قديش عمرها، بس اكيد هي عمرها مئات السنين يعني، ف الاف السنين، فهي في عين مي بعيدة عنا بضعة كيلومترات، لحد من فترة نحن مرينا عليها بضعة سنوات، إذا بتتابع فيه أنابيب فخار ممددة من العين مدخلين على القلعة، فهي هذه التقنية هي موجودة قديمة يعني، قديمة جدا جدا. وبعدين رجعت يعني بعد أخذ التطور كتير كبير، بجوز تلاقي بالاتحاد السوفيتي هن من الناس اللي كتير متطورين بمجال المياه وتقنيات المياه وانشاء السدود وغيرها، وبعدين يعني تطورت لانه بعدين صار العالم كله ياخذ من بعضه يعني. انا بدي لفت نظري خلال استعراضي لصفحتك، طبعا هذا مو غريب اكيد على غالبا اصحاب الاختصاصات العلميه، عندهم فكر ادبي نظيف وقارئين للادب. شفت لاحظت كثير حوادث حلوه حاططها بصفحتك، مثلا يعني مثلا شو اهتمامك بالادب؟ احكي لي مثلا، لاحظت انه كاتب عن شابلين، كاتب عن شغلات يعني. شوف لك انا بالادب بشكل رئيسي انا بحب الشعر واحفظ كثير من الشعر يعني، من لما كنا بالمرحله الاعداديه بجوز انا اخوي الكبير مخلص ادب عربي ومعه دكتوراه بالطرائق تدريس اللغه العربيه، واعتقد قد يكون هو من الاوائل بسوريا بهذا الاختصاص، كان عميد كليه التربيه بجامعه دمشق اسمه سام عمار، فهو دارس ادب عربي. فانا بتذكر مثلا كنت اخذ ديوان او كتاب فيه شعر مثلا يقول لي بتحفظ هدول بتاخذ عليه المكافاه كذا. فانا لهلا بتذكر يعني الكثير من اللي احفظه. فصرنا نحن بالمدرسه كنا نعمل مباراه شعريه يعني، مين اكثر شيء من الشباب حفظ شعر،
فيصير بيناتنا مباراة، وحتى لما نصير بالشبيبي يعني تصير مسابقات بالشبيبي من ضمن النشاطات الشبيبية تصير في مباراة شعرية. فأنا بحب الشعر وأتذوق الشعر. الأدب بكل أنواعه طبعا، كونه نحن نشأنا جيل الكتاب يعني ما جيل الانترنت. الانترنت بالنسبة لنا نحن جديد، نحن جيل تقريبا الخمسينات يعني أو آخر الخمسينات، فنحن كل عمرنا معاصرين الكتاب، نقرأ كثيرا. فأنا أكثر شيء كمان بهيك بيجذبني بالكتاب هو الحس الإنساني اللي فيه، أدبه اللي يعني نحكي فيه هذا الحس الإنساني. بعدين أنا هون بيهمني بالحس الإنساني، هلا هون أنا أب، هلا يعني أنا دائما بقلين أنا صح أستاذ جامعي، ولكن في المرتبة الأولى أنا أب، ثاني شيء أنا مربي، ثالث شيء أنا أستاذ. إذا استطعت أن أكون أب ناجح ومربي ناجح فأنا أستاذ ناجح، وإذا كنت أب فاشل ومربي فاشل فأنا أستاذ فاشل. أنا أستاذ بالمرتبة الثالثة قولا واحدا. أنا إذا قدرت خلي الطالب يحبني لشخصي من أسلوب تعاملي معه، بس دائما يحفظ الحدود بيني وبينه، لأنه أي أب بيحفظ الحدود بينه وبين ابنه. ومربي يعني هو إذا أخطأ مثل ما قلنا هلا ما بقوسه، بشدوا بدانه، هذا الشد الدان هو حتى ربي. بعدين لما بعطيه المعلومة هو جاهز ياخذها بكل محبة. فلذلك أنا أي ودائما أنه يعني موضوع أنه نحن لازم نحب بعضنا. لذلك أنا أي شغلة مثلا بحكي فيها، يعني مثلا ما أقرب بأحدى عنت بأحدى جامعات كولومبيا، في طالب فات على الصف نعيس حط راسه نام، ففاق لما رن الجرس وبده يطلع لقى مكتوب مسألتين رياضيات على اللوح، دغري بسرعة هو نقلين وضب غراضه بشنطايته وراح. قعد هذا اللي يشتغل ساعة اثنين بهالمسائل، هو وظيفي يعني، قعد يحل يحل يحل، بأول وحدة ضل أربعة أيام وراح جاب مراجع وكذا، ما قدر حل إلا وحدة حل على أربع ورقات حل. وإجا الأسبوع اللي بعده على الدرس، فات هذا بدأ الأستاذ بشرح الدرس بشكل طبيعي، الطالب وقف قال له أستاذ والوظيفة؟ قال له وظيفة شو؟ قال له أنت حطت مسألتين وظيفة. فطلع الأستاذ قال له لا، أنا هدول ضربت مثل على المسائل المستحيلة الحل في العلم. فقال له فأخذ هذا مسألة الطالب أول مسألة لقاها حلة، وهي مستحيلة الحل، وهي مستحيلة الحل، هن هذه لا يمكن حدا يحلها. فهذا قل لي نحن دائما الشيء مستحيل هو هذه كلمة يفترض أن تلغى من قاموسنا، ما في شيء اسمه مستحيل. هذا الطالب فكره هي وظيفة، رجع فكر فكر واشتغل، بس هن أول من اشتغل فيها قال هي هاي مستحيلة الحل. أنا صرت بس شوف قل فلان يا أخي هو عالم قال مستحيلة الحل، بطل فكر. وأنت والرابع هذا الطالب إجا فكر فيها، إذا معناته نحن لطلبي أنا بقل إنه هو كان نائم ما كان سمعان، لا ما سمعان ولا شيء، هو فاق وبده يفكر وظيفة لاقها موجودة. إذا ما في مستحيل، يعني عم ترسخ في ذهن الناس إنه ما في شيء تروي مستحيل. تروي الحادثي أن رجلا يمشي في الطريق فصادف شيخا عجوزا، فسأله من أنت يا أخي؟ فقال له أنا المستحيل. قال له وأين تسكن؟ قال في عقول الضعفاء والمهزومين. ونحن يجب أن لا يكون بيننا ضعفاء ومهزومين. هذا الطالب أنت لحالك إذا بتقول ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، أنا قوي، أنا بفهم، أنا شاطر، أنا عبقري، وتعشتغل بتلاقي حالك أنت عندك اندفاع لأنك ما تتحدى ذاتك. بس بتجي بتقول ليك كل فلان اللي هو مجمع أكثر مني بخمسين عالمي ما قدر نجح بهالمادة، إذن أنا مستحيل نجح فيها. أنا ببدأ أحبط نفسي، بس لما بتقول هو ما نجح فيها أنا أقل منه بخمسين وبدي أنجح فيها، بقراها مرة وباثنين وخمسة وبقعد وبلاقي حالي إني نجحت. نحن هذا الحكي لازم ننميه عند الطالب. أنا ليك أي شيء بكتب لي عنه، يعني فرضا هذا الجانب اللي إنه أنت ما لازم تفكر بشيء إنه شيء مستحيل. حاسة شابلين شو حاسة يعني شوف هذا الحس الإنساني، نحن قديش لازم نتعامل مع بعضنا. يعني أنا بيجي بتذكر نحن كنا 400 طالب سنة أولى بالهندسة المدنية، لما كنا أنا لحد هلأ ما بقول لك بتذكر كل رفقاتي هلا، بس اي واحد يطلع مني انا بتذكره وبتذكر شكله. بس كانت علاقتنا كتير حميميه، كنا نحب بعضنا. يعني هو معه شغله وانا ماني عارف حل، لك عصام هذه كيف بيقول لي هي خذ الدفتر، هو انا شغله عامله. هلا بتحس فيه الجو شوي ما عاد فيه هالمحبه الزائده، قد يكون نتيجه الظروف، قد يكون نتيجه الافكار التخريبيه اللي انتشرت بهذا البلد. لذلك انا دائما ادعوهن لطلابي في كل مره بكتب لهم بوست فيه بالنهايه الى المحبه والى التسامح والى فعل الخير، لانه بالاخر الكون بيساعنا كلنا.
وبالآخر إذا أنا وياك لما منكون اثنيناتنا كبار منكون شغلي، بس أنا إذا بدي أشوف حالي كبير على أساس أني صغرك فأنا صغير، أنا بكبر فيك وبصغر فيك. هذا الفكر هو اللي لازم نشوفه. شارلي شابلن أنا لفت نظري وفعلا أنا لما قريتها هيك دمعت عيني، أنه أخذ ابنه، هذا ابن شارلي شابلن هو اللي بيحكي، عم يقول أخذني أبويا وفي مسرح بدهم يعرضوا فيه سيرك، على سيرك بدهم يعرضوه، فحملت حالي أنا وبي ورحنا لهنيك، صفينا على الدور، طلع في قدامنا زلمة رجل هو وزوجته ومعين 4 أطفال صغار ملابسين يعني تيابين نظيفة بس ما هي جديدة، فقراء أيوه فقراء، وناطرين تفوتوا هالولاد يقولوا شفت بالمسرح فيك بالسيرك في كذا وفي أسد وفي نمر وفي يعني طاير عقلي من الفرحة. إجا الأب وصل على الكاسير بده يدفع، فقال له بدك تدفع رقم، عم اطلع الزلمة ما معه فهيك همس بإذن متلبك، همس بإذن مرته أنه ما يقول له، عم طلع الأجار البطاقات حق البطاقات أمعنا ربعين. شارلي شابلن سمعي فشال من جيبته معه 20 دولار رماها على الأرض وشالها وقال له ليك عفوا يا سيد ليك وهذه وقعت منك. حلو. فأخذ الرجل منه وهيك ودموعه نزلت، عرف انه بيعرف انه موقعت منه وانه الرجل بده ينقذه من هالموقف اللي هو فيه، اخذها منه وتشكره واشترى لتذاكر السيرك لاولاده. وشارلي شابلن بيقول ابنه بيقول انا رجعت انا وبي وانا فخور انه عندي هيك اب، وكان احلى سيرك بعمري شفته علما اني ما دخلت عليه. يعني معلش شوف هال قديش بحاجه نحن قديش بحاجه للانسانيه هذه، قديش انا شفتك بحاجه هالشغله وقادر اني اعطيك اياها. يعني نحن شوف متعه العطاء هي اكثر من متعه الاخذ للي الله يعطيه هيك موهبه، اللي زارع موهبه الخير في قبله في قلبه. يعني في ناس بتنبسط بس بتاخذ، فانا بقول لا انا بنبسط لما بعطي. متعه العطاء هي لا تضاهيها متعه طبعا، والمتعة كانت متعة اللقاء معك كثير كانت كبيرة، لهيك ما حسينا بالوقت وانتهى الوقت. فبدي اشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الممتع والشيق والمفيد، واذا في كلمة اخيرة بتحب تضيفها. بتشكركم اول شيء، وثاني شيء انا بحب بس دائما اوجه كلمة لطلابنا الاعزاء الكون، ونحن على بداية عام دراسي جديد وبيجوز انصدموا انه ما طلع في دورة ثالثة وانه ما طلع وهن قد يكونوا في جزء كبير من هذا الامر هن المحقين، لانه كان لازم يعلموهن قبل بوقت طويل انه ما في هالامور هذه. الحياة هي ما انتهيت، وانت رسبت بهذه السنة بيجوز هن كنت لو ترفعت اداري او هيك اجلت رسوبك عام اخر، انت اعتبر رسبت هذه السنة الدنيا ما خلصت، وانا كتبت لين وقلت لين وازن حالك بمصيبة تانية، بتلاقي واحد أعمى، بتلاقي واحد مقطعة رجليه، بتلاقي واحد ماتوا أهله، فلا أنا برسب صفي ولا بدي تنقطع رجلي ولا بدي أفقد بصر ولا بدي يموتوا أهلي، خلاص هي مشكلة أو مصيبة أصابتنا واجهها بكل رجولة وطلع نضيف من هذا العام للعام السنة اللي أعلى منا، وارجع بدأ هالمرحلة الباقية لألك بقوة وبجد، وكن واثق أنك رح توصل وبتبقى هذه ذكريات. عموما شكرا لك على هذه النصيحة، هي نصيحة يعني بتخفف من ألم طلابنا، بس يعني ما في مجال غير هيك، ما في يعني مجال غير هيك يعني. بشكرك تاني مرة، وبدي أتشكر أعزائي المشاهدين على قضاءنا هالوقت معنا، وأرجو تكونوا استمتعتوا معنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع برنامج من أول السطر. شكرا.